السلام عليكم، انا احمد سلام، اتكلم النهارده عن تطبيق المنتشر بكثره اللي بيديك 500 ميجا بايت انترنت مجانا لجميع الدول. طبعا التطبيق دوت منتشر في الاونه الاخيره. التطبيق دوت بيقول لك انه يديك 500 ميجا بايت مجانا في اليوم. طبعا في البدايه كمثال مصر كده ما كانش حد غلب. لو التطبيق دوت بيديك 500 ميجا كانت الناس كلها سبت اشتراكاتها في النت ورجعت للتطبيق ده عشان تاخد منه النت مجانا. ودوت حتى لو كان بيديك نت مجانا كل يوم زي ما بيقولوا كده، فطبعا شركات الاتصال هتكتشف الموضوع دوت عشان ما تخسرش نفسها وتروح شايلة خالص. دوت كتوضيحية، التطبيق مش بيديك 500 ميجا ولا حاجة، هو مجرد في بي ان عادي ممكن يسرع لك الانترنت شوية مش اكتر. بدليل انك لو دخلت عليه يقول لك انت غير متصل بالانترنت. طبعا انا كنت سجلت فيه سابقا، المفروض لو هو بيديك نت مجاني انه يفتح معاك بشكل عادي في الاول من غير نت تقدر تتصل. طبعا لو تطبيق عادي كان ممكن تتصل بيه بالنت من غير ما يكون حداك واي فاي او نت في الشريحة بتاعتك. طبعا التطبيق ده مش بيديك 500 ميجا ولا حاجة، وانا جربته وطبعا زي ما كنت معتقد انه هيدينا 500 ميجا، ولكن هو مش بيديك حاجة، ولكن هو ممكن يسرع لك الانترنت شوية او يدخلك في في بي ان دولة مختلفة. بس هو ده اللي حبيت اوضحه في الحلقة ديت. في الاخير ما تنساش تشترك في القناة، اضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو، وتعمل لايك للفيديو، وتتابعني على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله.